واكو بعض الاداره يعني الدوائر الصحه جاي يعينون اطباء من خارج القطر، يعني انت ليش تجيب طبيب من خارج القطر وتعينه وعندك انت اطباء يردون يرجعون للخدمه وما جاي تعينهم؟ يعني شنو السبب؟ وهاي الاطباء جاي ياخذون يعني جاي ياخذون رواتب اكثر من هذا راتب الان جاي الطبيب يتم والاخصائي يعني الموجود يعني عندنا. تعيين اطباء اجانب يعني اي من خارج موجود في العراق لا يحملون اي الجنسيه بالضبط العراقيه. اي وين اي ها طعم وين اي هذا تم؟ موجوده وين هذا تم؟ والتعيين شنو هذا التعيين يعني عقد موجوده عندنا، اجر موجوده يومي عندنا شنو هذا عندنا التعيين؟ اقدر ازودك بالكتب اللي موجوده، يعني اللي صار بها استحداث انه يجيبوا الاطباء ويتم تعيينهم اطباء سوريين اعتقد او باكستانيين اعتقد. هم المشكله اللي جاي يصير انه يعني ليش ابن البلد ما تعينونه وتجيبون واحد من خارج القطر؟ شنو السبب؟